انا في الفيلم ده ما كنتش كانتش اولوياتي ان انا اصرف على ان انا اطلع فيلم مجرد انا اجيب كاميرا واحط عليها. انا صرفت على حاجات طلع على الشاشه قبل كده. كان في ذات نفسها انك انت تطلع اي حاجه على الشاشه مشكله، لانك ما كانش عندك تكنولوجيا تسمح لك انك انت تطلع حاجه على الشاشه بتكلفه معقوله ممكن الفرد يتحملها. كان لازم انت تعملها داخل مؤسسه او شركه ما. فبالتالي انا في الفيلم ده يعني تكلفه الكاميرا نفسها والشرايط او الكروت اللي انا صورت عليها نسبيا قليله جدا بالنسبه لميزانيه الفيلم ككل. فده بيسمح الواحد ان هو ما يقعدش ده في بال المخرج او فريق الانتاج، ما بتبقاش قاعد مقلق من عدد المرات اللي انت بتعيد فيها، ما بتبقاش قاعد بتفكر طب المشهد ده هنخرجه بشكل مختلف عشان نعمل لقطات اقل عشان نغلط اقل عشان نوفر في البتاع. انت بتبقى فعلا ليك حريه الى حد ما، هي مش ببلاش بس هي يعني فرق السعر يعني في 1000 تقريبا. فده في ذات نفسه بيمنح حريه يعني يمكن ما كانتش موجوده. وقربت جمالات الصوره بتاع يعني في كاميرات دلوقتي طالعه جمالات الصوره بتاعتها تقريبا هي زي جمالات الصوره بتاعت السينما. فبس فده تطور جديد. واحب ارد على اي اسئله تبقى عندكم دلوقتي. طب غير انه انت عم تستعمل كاميرا ديجيتال، لما عملت مونتاج والصوت والهذا، what equipments did you use or what software as well؟ هل هن انت بحاجه لاستوديو او فيك تعملهم بالبيت؟ هو معلش انا نسيت ده، ما ده برضه بقى مثال لقد ايه تكنولوجيا الديجيتال ابتدت حتى تخش فيما هو الصناعات الاساسيه. ما بقاش في حد دلوقتي بيطبع نسخه من الفيلم اللي عنده عشان يقعد يشتغل بيها في المونتاج ويجيب لمبه زي بتاعه الاشعه يقعد يبص على كل لقطه. دي بتاخد وقت كتير قوي. دلوقتي بقى كل الافلام بيبقى فيها الافلام اللي انتوا شايفينها في السينما في الصيف بتستعمل ان هو بيحولوا الفيلم كله لماده رقميه وبيحطوه على سوفت وير اسمه فاينل كات، هو بتاع ابل، وبيشتغلوا عليه وبعدين بيبعتوا لسته بكل ما هو حد بيترجم اللي هم عملوه على الكمبيوتر الى ان هم بيعملوا نفس الحاجه بالماده اللي كانت جوه الكاميرا. فده بيخلي ان هم ده بيوفر وقت وفلوس وبيسمح انك انت ليك وقت تجرب حاجات قبل ما انت تطلعها. وكمان بيسمح انك انت يعني تعرف تشتغل في اي مكان. يعني دلوقتي ممكن المونتير بتاع فيلم زي حتى ترانسفورمرز 2 يبقى عنده بالماك بوك الرهيب بتاعه غالبا يقعد على البحر ويمنتج مشهد من الفيلم وبعدها بيومين يروح المكتب يعمل كوبي ويوريها للمخرج وبعد كده والمنتج ويرجع تاني. فممكن تشتغل في اي مكان. ولو جات لك اي فكره وانت نايم عن ممكن تعمل ايه بالمشهد مش محتاج تكتب على ورقه وتروح بكره الصبح للمعمل الكبير وتخش وتقول واحد عندي فكره وتقعد ترجمها له. ممكن انت كمخرج حتى ما بتعرفش تقطع وتلزق تقعد كده وتسحب هنا تلعب هنا على البتاع وزي فوتوشوب او فايل وتطلع فايل كات وتسحب شويه وتلعب شويه وبعد كده المونتير يعدل وراك. في اي سؤال تاني؟ لافلي موفي احمد فيري ماتش. انا كنت حقيقه عاوز اسال مع الانتاج الضخم جدا بالديجيتال كاميرز دلوقتي اللي ممكن يكون موجود سؤالين. السؤال الاولاني هاو دو يو ستاند اب، يعني بمعنى فيك. انا متخيل في الفتره الجايه انا جاست بوت ماي نيو ماك بوك برو 15 انش الفولي لودد حاجه كبيره جدا ولاول مره ابتدي اعمل اخد الديجيتال كاميرا بتاعتي العاديه احطه اكتشف ان انا ممكن اوصل حاجات ببعض واعمل فيلم. فكنت مذهول الحقيقه. لو ناس كثيره تبتدي تعمل كده ازاي انت تقدر تدفرنشيت البرودكت بتاعك وتبتدي تطلع الاقتبال؟ ده اول سؤال. والسؤال الثاني انا مش ملاحظ ان مع الثوره الانتاجيه دي حاصل معاها حاجه في الديستريبيوشن. يعني التوزيع لسه بقت صعوبه كبيره جدا لما بسمع عن فيلم شورت موفي او فيلم تسجيلي صغير او حاجه زي كده اني الاقي طريقه اني اروح احصل بيها هذا الفيلم. يعني دونت فايند ات اون يوتيوب، ما بتلاقيهوش في الامازون مثلا او الحاجات الطبيعيه اللي ممكن تشتري منها. فانا مش عارف تلاقيه. طيب اول سؤال حضرتك هو
يعني لو انا كنت عارف الرد بتاع اول سؤال لحضرتك ازاي ممكن تعمل حاجه تستاند اوت كنت يعني كنت اخدت السر وخليته لنفسي. ما اعرفش صراحه ايه اللي ممكن تعمله ستاند اوت غير ان حضرتك تجرب، يعني حضرتك عندك فرصه انك تجرب بشكل ما كانش متواجد لناس من 20 سنه. فدي حاجه. تاني حاجه بالنسبه للتوزيع دلوقتي الحاجه الوحيده اللي واقفه ما بين ان انا فيلمي ده يتعرض في السينما، انا لو فيلمي اتعرض في السينما دلوقتي هيتعرض من الدي في دي او البلوراي، اي دي في دي او ممكن البلوراي على شاشه كبيره بشكل كويس، بس الدي في دي ما ينفعش يتعرض على شاشه كبيره اكبر من دي، هيبقى شكلها فقير وفيها مشاكل. فاحنا دلوقتي بنحاول نزق الموضوع اغلى حاجه في الدنيا انك تحول فيلم ديجيتال للسينما، بس هما دلوقتي اخترعوا مكانات عرض ديجيتال. بس في نفس الوقت شركات الاحتكاريه اللي عندها الكاميرات وعندها النجوم وعندها الممثلين وعندها دور العرض في كل بلاد العالم مش بس في مصر، يعني في مصر هما شركتين بيحاربوا الفكره دي. هما مش عايزين تكلفه انك تعمل فيلم ترخص، لان لو تكلفه انك تعمل فيلم رخصت كل الناس ممكن تعمل فيلم وكل الناس ممكن تنافسهم. فدلوقتي هما احد الاسباب مش السبب الوحيد هو ان كده تحول فيلم ديجيتال لحاجه ممكن تعرضها في سينما كبيره غاليه جدا. بس لو الديجيتال بروجيكتور باكت هارد ديجيتال اتطورت واشتروها هنشوف حاجات مختلفه جدا. اسمعوا لو صورت هاي ديفينيشن بس هتهلب؟ هو حضرتك انا مصور هاي ديفينيشن بس انا عشان اعرضه هنا انا جبت نسخه دي في دي الهاي ديفينيشن، بس انا الاصلي بتاعي هاي ديفينيشن. الهاي ديفينيشن ممكن يتعرض على شاشه سينما بس محتاج مكنه عرض بروجيكتور رقمي ديجيتال هاي ديفينيشن بس. اوكي انا عندي المشكله غالبا في الديجيتال موفيز. حضرتك كنت عايز صوتك بس. الناس بتتكلم كتير، المشكله في الديجيتال موفيز لا في الساوند. دايما الساوند كواليتي بقى زي الصوره. انت ايه اللي استخدمته التكنولوجي في الساوند؟ حضرتك هي مالهاش علاقه، حضرتك يمكن بتتكلم هي مالهاش علاقه قوي عشان في السينما وبتاع بنسجل الصوت في حته والبتاع في حته ثانيه. هي المشكله اللي حضرتك بتتكلم عليها ان غالبا اغلب الافلام اللي حضرتك شفتها الديجيتال كانت افلام قليله التكلفه. فبيسجلوا ساعات بمايك الكاميرا فاذا بيلقطوا صوت الشارع كله عشان ما عندهمش امكانيه ان هم يجيبوا مايكات وايرلس ومايك البوم وكده. بس انت فيلم الصوره مالهاش اي دعوه بالصوت بشكل مباشر ده. بس فعلا الوحيد اللي حضرتك غالبا اغلب الافلام شفتها كانت زي فيلمي قليله التكلفه. فعشان كده الصوت يمكن ما كانش في احسن حالاته. وانت بتحدد كويشن هنا عن الديستريبيوشن حسيتك مركز قوي على قصه الديستريبيوشن يبقى سينما زي الحاجه التراديشنال اللي احنا متعودين عليها، في حين ان انت لو بصيت هتلاقي ان مش ده اللي بيجيب الاودينس الكبير. بص كل يوم كم واحد بيخش على اليوتيوب وكم واحد بيخش سينما او كم واحد بيتفرج على التلفزيون. فانت لما تفكر في الديستريبيوشن شانل بالذات حاجه زي الشورت موفيز هتكون انفيزبل بالنسبه للسينما، ليه مثلا ما تعملش سايت يكون مختلف شويه عن اليوتيوب ويعمل كاتيجورايزيشن للشورت موفيز اللي موجوده دي بحيث ان الناس اللي حابه الفيلم بتاعك تخش تتفرج عليه، هيبقى اتش دي هقدر اشوفه على الستريم بتاعت اللابتوب بتاعي. انت وصلت الديستريبيوشن كويس والناس وصلت لك. هو عيب حاجه زي اليوتيوب ان انت بتلاقي فيديوز الناس اللي بتهزر مع بعضيها مع فيديو زي اللي انت عامله مع فيديو واخد جايزه اوسكار مع فيديو فيه مش عارف ايه تمام. لكن لو انت عملت حاجه الفيديوز موجوده عليها بطريقه كويسه، الفيديوز الشورت موفيز اللي عاملينها دايركتورز او الناس اللي عايزه توضح فكره معينه غير الهزار اللي هناك ده هيبقى الموضوع مختلف. هو حضرتك في سايت فعلا اسمه vimeo.com هو في كودك هايل قوي انك ممكن تتفرج على اتش دي بياخد يعني ممكن تختار عايز تتفرج على الكليب ده اتش دي ولا مش اتش دي وبياخد وقت اكتر طبعا انه يلود لو اتش دي. هو المشكله في الديستريبيوشن اقول لك ليه انا ركزت على السينما، لان انا عشان اعرف اعمل فيلم تاني انا محتاج الفيلم ده يجيب فلوس لان انا صرفت عليه. فعشان كده انا محتاج في يعني يا قناه تعمله تدفع لي نسبه او تشتريه او ان هو يتقابل سينما او يكسب جايزه، غير كده انا مش هعمل فيلم تاني. سلام.
انا كنت بقول لك دور على فكره جديده خليه يجيب فلوس اونلاين. يعني انت لو فضلت تحاول ان الفيلم بتاعك يجيب فلوس بطريقه تراديشنال، ما كل حاجه فضلت زي ما هي، ايه اللي هيخليه يتغير؟ دور انت على طريقه جديده. انا فاهم، بس انا في النهايه ما انت برضه انا محتاج اعمل فيلم جديد قريب من نفسي يعني. ف لا يعني اجيب نسبه اللي انا صرفتها او اكتر شويه، مش مهم، مش عايز اقول تكلفه عشان انا متهيألي ان في برضه بيرسبشن مش واضح. يعني لو تعرف برضه حجم الديجيتال ادفرتايزنج عماله تزيد، وان احتمالات لو انت تعمل حاجه بتتشاف كفايه ممكن تعمل فلوس قد ايه، متهيألي ممكن تغير رايك.